لو لعبت زهر وتبدلت لحوال. نادين سيبن جيم تتعرض لحادث، سقطت عن الدراجة وتعاني من هذه الإصابات. كل ما يكون عندي شيء بيصير معي قصة. بهذه الكلمات شاركت نادين متابعين ما حصل معها وكشفت عن الإصابات التي تعاني منها. تعرضت الممثلة اللبنانية نادين نسيب بن جيم لحادث سقوط عن الدراجة النارية في كواليس تصوير عملها الجديد. وكتبت نادين على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر: تذكروا بس خبرتكم إنه كل ما يكون عندي شيء بصير معي قصة. اليوم وقعت عن الموتو أنا وعم صور، بصراحة ما عرفت أبكي ولا أضحك، وبعدين معك يا عين. وأشارت نادين في ردها على تعليقات المتابعين أنها أصيبت بركبتها ويدها. الجيران شغلالا عنايا وأنا في المكان في خلق حوالي. ومن ناحية أخرى وفي خطوة مفاجئة، عمدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب بن جيم إلى إغلاق صفحتها عبر تويتر بوجه بعض المتابعين، محولة صفحتها من عامة إلى خاصة، حيث يتوجب عليها الموافقة على متابعة بعض الأشخاص الجدد لصفحتها. واعتبر عدد من المتابعين أن خطوة نادين هذه جاءت بعد الجدل الذي أثير أمس عقب فيلم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بحظرها عن تويتر، ما أدى إلى أخذ ورد بين متابعي الفنانتين لتتخذ بعدها نادين هذا الإجراء. هذا وكانت عمادة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إلى حظر زميلتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب بن جيم على حسابها عبر تويتر، وانتشر الخبر بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المتابعون عن استيائهم من هذه الخطوة التي اتخذتها سيرين، خصوصاً أنهما فنانتين لبنانيتين ناجحتين، ولا يجب أن يترك المشاكل العابرة أن تؤثر على هذه العلاقة. يذكر أنه تستعد الممثلة اللبنانية نادين نسيب بن جيم لطرح المستحضر التجميلي الخاص بها بعد أن أعلنت عنه في وقت سابق من خلال عدد من اللقاءات الإعلامية وعبر منشورات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومؤخراً أعلنت نادين نسيب بن جيم أنها كانت تستعمل المنتج خلال تصوير مشاهدها في مسلسل صالون زهرة، إذ أشارت إلى أنها تفضل أن تختبره على نفسها أولاً قبل طرحه في الأسواق، إلا أن المنتج لاقى إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا حماسهم لشرائه فور طرحه في الأسواق. وعادت ونشرت نادين عبر خاصية الستوري على حسابها عبر إنستغرام صورة ظهرت فيها ابنتها، حيث أرفقتها بالتعليق التالي: هي أيضا تريد أن تختبر المساحيق الجديدة على وجهها، مضيفة: أحببت اللون على وجهها.